هذا خي مروان العامي مجددا بعد غياب ديال عام تقريبا شفناها وواجه علينا تقريبا. خي مروان شحال انت ضربتينا في البرازيل؟ انا وصلت في يوليوز اللي فات يعني دابا شي عام وشي شهرين بحال هكا. عرفنا براسك اخي مروان شحال عندك من السنة؟ اخي عندي 29 سنة. فين ولا سجلت في المغرب؟ في الرباط. بس الرباط تحياتي. زاديت في الرباط وسكن بسلا. عاود لينا اخي مروان على كيفاش جاتك الفكرة انك تجي لبرازيل؟ خويا تعرفت على واحد من الناس اللي دخلت انا ويا اون كونتاكت لمدة واحد عام. وانا كان كونتاكت انا ويا زعما باغ انترنيت فهمتيني، يعني عن طريقة تعلمت اللغة فهمتيني. يعني كان عندي الانتيغيس باش نزور البرازيل، ولكن ما كاش زعما واخد الامر بجدية فهمتيني. يعني حتى تعرفت على بنت الناس هذه، وهي اللي عطاتني الموتيفاسيون زعما باش نتعلم اللغه باش هادي. وليت كندير مجهود من عندي، كندخل اليوتيوب كنبغي نتعلم اللغه هادي، يعني وليت انتريسي بزاف. شحال ديال الوقت تقريبا كتعرف ملي كنتي في المغرب؟ مده عام. وانا كنهضر انا وياها فهمتيني، كنهضر انا وياها عام، يعني تاكدت بني انها السيده راه يعني معقوله فهمتي، بنت الناس اللي تسال ان بنادم اللي سافر على ودها فهمتي. وصافي داكشي اللي كاين، خديت الامور بجديه، جبت معايا شويه ديال اللغه، الفلوس على قد الحال، ماشي زعما شي فلوس ولا شي حاجه. علاش؟ حيت انا كنت بحالي كتقول عندي واحد الثقه في النفس انني نجي نقدر نبدل حياتي فهمتيني، يعني نقدر نلقى خدمه، نلقى هذه يعني في الكومينيكاسيون ما نلقاش المشكل. علاش؟ حيت داك الباكاج اللي جبت معايا ديال لالون قلت غادي نقريب به الغرض فهمتيني. دوزوش تقريبا دابا عام وانت كتعرفها ملي جيتي للبرازيل، يعني كيفاش دازت الايامات الاولين بين ما واش انت غير جيتي تلاقيتي معها سكنتي معها ولا اول حاجه باش وصلت لايروبور هي جات عندي فهمتيني، جات عندي حتى لايروبور استقبلتني فهمتيني. يعني مشينا فهمتيني في الاول انا سكنت بوحدي فهمتيني، سكنت بوحدي لواحد في الودز في الهوستل فهمتيني، بقيت فيه واحد الايام حيت كنت داير ريزيرفاسيون وكذا راك عارف. ومن بعد مشيت سكنت بوحدي، بغيت نسكن بوحدي في ايامات الاولى فهمتيني. من بعد دازت تقريبا بين ما قديت الوريقات وهذه، يعني دازت تقريبا شي شهرين ولا بحال هكا. من بعد يعني هي قالت لي نستقبلك زعما في الدار زعما سكن معانا فهمتيني، سكن معانا. بالنسبه لهذيك البيريود كنتي انت ديجا خدام اولا جبتي معاك فلوس باش ديبانيتي هذيك الشهر؟ لا، داك الفلوس اللي جبت معايا القليله فهمتيني هي باش كنت كنديبانيتي تقريبا واحد 10,000 درهم مغربيه، ابار البي ديال الطياره فهمتيني. يعني ولكن راه لا شيء، حيت ملي كتحول عمله دولار راه كتعرف شحال تعطيك فهمتيني. يعني ملي تجي تصرف هنايا العمله ديالهم حتى هي مضوبله على المغرب، يعني كنقولوا ما تعطيك واحد 4,000 ريال برازيليه، 4,000 ريال برازيليه راه كافيك واحد المده، ماشي تكمل لك عام ولا شي حاجه فهمتيني. يعني خاصك واحد شهرين ثلاث شهور فهمتيني، زيد عليها راه عندك الكرا خاصك تعرف فين تكري، خاصك يعني حتى الا ما كنتيش عندك اللغه ما تعرفش تكومونيكا مع الواحد، وما تعرفش تقلب على راسك يعني تولي باغي تجلس في ما جلستي، ما تعرفش تقلب على لي زوست اللي رخاص، ما تعرف والو فهمتيني. يعني بالنسبه لهذيك الشهرين اللي دازت تحولتي سكنتي معاه، يعني في الاول كيفاش جات السكنه معاه العيشه معاه؟ يعني بحال بغيت نعرف بس السيد ديال المرأة البرازيلية، زعما الاختلاف ديال الثقافات والديانات كيفاش جات؟ خويا كاين الاحترام، اهم حاجه كاين لو ريسبي فهمتيني. يعني هي كتحترم الدين ديالي وانا كنحترم الدين ديالها، وبالعكس هي كيعجبها بزاف ديال الحوايج في الدين ديالنا حنا. يعني ملي كتعمق في القضيه ديال الدين يعني كتلقى شي حوايج اللي كاينين مشتركين فهمتيني. يعني راه حنا كنامنوا كما تقول اونيكو ديوس، يعني والله الاحد فهمتيني. يعني هما كاين الاختلافات راك عارف في الرسول وهذه، يعني داكشي ما يمكنش تقول لا حنا راه حنا اللي على صح، لا ما يمكنش تفرض انت الدين ديالك على، خصوصا انت جيتي لواحد البلاد انت تفرض عليهم الدين ديالك والثقافه، ما يمكنش. يعني كيبقى هذاك البوان ديال لو ريسبي فهمتيني.
هي ما تمسكش في الدين ديالك وانا ما ممسكش في الدين ديالنا والقضيه غادي مزيان. بالنسبه فاش سكنتي معاه يعني المصروف كيفاش كنتو كدير؟ واش انت اللي كنتي كتصرف ولا هي اللي كانت كتصرف؟ المهم هي ما السيل ديالها ما كيعجبهاش ان واحد يصرف عليها، ما عرفتش تلقى لي واش يعني البرازيليان كاملين ولا هي حيت انا طحت زعما في زعما في بنت الناس وصافي. يعني هي على العموم ما كتبغيش ان شي بحال دابا انا نخلص شي حاجه، يعني داك الشيء كي هي تخلص المسائل ديالها وانا نخلص المسائل ديالها. فهمتي؟ بالعكس هي في الاول هي كانت نعرف عارف بعض المرات كيكون المشاكل ديال لي كارت حنا باقي مع كارف فلوس هادي، يعني كتلقى ان بنادم واقف في جنبك واحد داك داخل يعني في الاول ضروري كدوز من هاد المشاكل هادي. فهمتيني؟ بيد ما كتفتح كونط هنايا بون كونط بونكير هنايا ديالو. فهمتيني؟ بيد ما انا على حسب ما عارف اخي مروان انك انت دابا خدام الله يسهل عليك. الحمد لله. شحال تقريبا ديال الوقت اللي داز مني جيتي للبرازيل حتى لقيتي شي حاجه؟ يعني بس تقريبا شي شهرين، حيت انا درت واحد البلانين. فهمتيني؟ يعني انا قلت انا في الاول الشهر الاول ما غاديش نقلب على خدمه، حيت الا لقيتي خدمه وانت ما عندكش الوراق كيفاش غادي يديروا لك سينيور لك في الكارت؟ بالنسبه للوراق انت دير شي غير البروتوكول، يعني شحال البروتوكول؟ يعني البروتوكول دا تقريبا شي 20 يوم صيفطوا لي ايميل قالوا لي راه الكارتيره ديالكم وجدات، حيت ولاو كيعطيو على شكل الكارتيره. فهمتيني؟ شي خديتها نورمال ديك الساعه كت ممكن دير الكاداسترو في الكارتيره ديال طرافال وممكن تقلب على راسك تخدم. فهمتي؟ وكيف ما قلت لك انا في الاول خليته داك الشهر الاول خليته زعما هاد الوثائق بضمان سي بي اف هادي يعني نسيت الخدمه. من بعد من ضمنت الوثائق ديالي مشيت، يعني في الاول بقيت كنصيفطها من اللي سيت. فهمتيني؟ ربما بعض المرات اللي سيت كتعطلوا، بعض المرات كتلقاهم يعني انت والحظ ديالك. فهمتي؟ يعني تقدر تصيفط من اللي سيت اونلاين زعما ويعيطوا لك في البلاصه، تقدر يعني تعطل. وانا قلت بلاتي انا جيت في ذاك الفتره ما عرفتش، المهم كنت كنصيفط في لي زيميل وداك الشيء، ما دازت واحد المده قلت ما يمكنش نبقى نصيفط انا في لي زيميل. فهمتي؟ يعني وخرج ديك الساعه خرجت انا نطبع الامبريمي سي في ديالي وخرجت قلت لي جاب الله. الخرجه الاولى اللي خرجت عيطوا لي تقريبا شي اربعه وكاملين تقريبا في الدومين ديال الريستوراسيون، واخا ما عنديش داك الاكسبيريونس بزاف ديال الريستوراسيون ولكن قبلت. في الاول بديت كنخدم فريلانسر. فهمتيني؟ يعني كنخدم شي ايام، ولكن بالنسبه لي مزيان، هي احسن انك تكون كتخرج وما كتدخلش. فهمتيني؟ كتقول اللهم نقضي بعدا عندي واحد البلاصه فريلانس كندخل منها بعدا واحد شويه، واخا ماشي هيجيسترادو. فهمتيني؟ يعني باقي خاص تقلب على ما احسن. فهمتيني؟ يعني حتى هما بحال اللي كيتيستيو كيشوفوا هذا اول مره يخدموا اجنبي ولا شي حاجه كيشوفوا كيف. وصراحه مولشي كان يعني كان عاجبو الحال. فهمتيني؟ قال لي راه عجبنا الخدمه ديالك وهادي. يعني كنت كنخدم اجوندانتي ديال شو هاسكيرو، يعني المساعد ديال كيدير داك الفرانكو اصابو يعني فالشوا وداك الشيء. فهمتيني؟ صافي. وانا البلاصه اللي كنت ساكن فيها وكانت مولات الدار عطاتني عرضات عليا على واحد الخدمه. فهمتيني؟ ديال ولدها قالت لي راه عنده واحد الكلينيك ديال واش كيتسمى حيوانات. قالت لي واش تبغي تخدم؟ قالت لي راه شفناك ولد الناس معقول. قلت لها مرحبا. فهمتيني؟ مشيت خدمت. حتى هي كان خصني ندوز واحد المده باش فهمتيني يقيدني في الكارتيره. فهمتيني؟ صافي بقيت خدمت معاهم شي شهر. وكنت كنخدم هذه الخدمه هذه الشهر يعني يوميا، زائد هذيك فريلانس كنت كنمشي تقريبا بعد مرات الاربع للحد. فهمتيني؟ وليت كنمشي للحد. وفهمتيني؟ صافي. وانا نقول بلاتي انا الي هذيك ديال الفريلانس ونكملها في ديك الخدمه اللي فيها يوميا تقريبا. هاد الاخرى هذه الخدمه الثانيه اللي لقيت ما كنخدمش الحد. فهمتيني؟ يعني كنخدم من الاثنين للسبت والحد ما تنخدموش. يعني الحد كنت كنمشي للريستورا كنخدم فيها كنجيب ديال كنفطر تما كنتغدى تما، يعني كنبدا من 8 وكنسالي مع الثلاثه وكناخذ سين هيايز زعما واحد 200 درهم مغربيه زائد الماكله فطور والغدا كندي معايا. صافي. وانا
قررت انني نبقى في خدمه وحده هي هذيك واخا كان دايرين الصالير قليل ولكن المهم بعدا بان المسالاري ماشي هي انك كتخدم فريلانس القضيه تحسنات واحد شويه بان نصبروا واحد شويه بان ما يعني بحال اللي كيتيستيو في الاول باش زعما باش يديروا لك الريجستراتو في الكارتير صافي من بعد هي هذيك باش عرضت عليا المدام قالت لي تسكن معايا فهمتيني هذيك انتقلت انا من المدينه للمدينه المدينه فين كتخدم وطريت انا نسمح في الخدمه فهمتيني وديما الثقه في النفس قلت واخا نسمح في هذه الخدمه هذه يعني غنخرج مازال نقلب وغادي نلقى خدمه فهمتيني مشيت سكنت معاها في المدينه ديالها وهي هذيك لقيت هي مات الاولى عاوتاني بقيت كنقلب عاوتاني خرجت كنفع لي سيفي عيطوا لي عاوتاني واحد ريستور اخرى اش كنخدم معاهم حتى هما فريلانس فهمتي من بعد بقيت كندفع لي سيفي اللي ندفع لي زونتروتيان هادي مره هادي مره نتفاهمو مره ما نتفاهموش على حسب البعد على حسب هادي فهمتي من القضيه ديال اللغه عمرني لقيت فيها المشكل فهمتي اصلا داك الكومونيكاسيون باش كنت كنكومونيكا بالنسبه لهم كافيه فهمتي باش انك تخدم معاهم و صافي من بعد هي هذيك تيسرات ليا في جوج خدمات اللي ريجستراتهم من الاول فهمتيني في داك لابيريود اللي كتيستيو فيك يعني اسيني فهمتيني بالحقوق ديالك كلشي ديالك ملي كجاتني خدمه في لوطيل وحده في ديال يعني في الكوزينه عيطوا ليا اوطيل على حسب الكوزينه وعيطوا ليا يعني دوز تيست ديال الطبيب وداك الشيء فهمتيني يلا في هذه الفتره انا كندوز زعما الطبيب وهادشي علاه باش ندخل لوطيل تعيطوا ليا يعني سوبر مارشي فهمتيني حتى هما عيطوا لي باش ندوز التيست ديال الطبيب وهادي وقالوا لي جيب الوريقات ديالك ومرحبا صافي مشيت ديت لهم الوريقات عطاوني لادريس باش نمشي ندوز التيست ديال وداك الساعه قال لي انا الاختيار فاش نت اونكاجا فهمتيني يعني انا بان لي اللي صالح على حساب الوقت على حساب هادي يعني بان لي زعما السوبر مارشي فاش خدام انا دابا بان لي هو اللي مناسب ليا فهمتيني بالنسبه لي صار ايش كنا شغالين فكره بالنسبه لي صالير في براسي يعني من اين يعني اللي صالير تقدر يعني الا كان طايح واحد 100 كيان فهمتيني يعني واحد 1500 درهم برازيلي يعني 3000 درهم تقريبا ولكن يعني كاين واحد القضيه بلوس هنايا في البرازيل راك عارفه هي اللي بينيفيسيوس فهمتيني يعني كيكونوا دايرين لك بحال دابا سالاري ديال 100 كيان ديال 1500 زائد بينيفيسيوس اش كتعني يعني دايرين لك الفالي ديال الترونسبور والماكله فهمتيني تقدروا يعطوك كارطاو ديال الاليمونطاسيون يعني ديال كيعطوك يا اما تقدا بها في السوبر مارشي هادي المهم معاونين فهمتيني يعني تقريبا ما كيكونوش الاقتطاعات بزاف تقريبا الصالير ديالك تيبقى يعني الى بالترونسبور بهادي هادي كتحيد لك واحد 500 درهم 300 درهم لكن بالنسبه للبقى هادي كاينه غير في السوبر ماركت لا كنمشي في السوبر ماركت لا كلشي يعني البينيفيسوس ديما ما تدخل كاع واش كتبغي تدفع في ليسيت ولا شي كتلقى سالاري وما شحال زائد البينيفيسيوس فهمتيني يعني قرا البينيفيس شنو فيهم بعد المرات هما فالي ترونسبور شي فالي اليمونطاسيون على حسب الشركه شنو كدير المهم البينيفيسيوس ديما كاينين فهمتي وبالنسبه خي مروان باش نختاش هذا الفيديو هذا كيبان لي راه عطيناكم معلومات بزاف على حساب الخدمه سيرسو تبارك الله عليه عنده ما يقول في الدومين هذا بالنسبه للزواج انا ما غنتعمقش معاك بزاف بارك علينا الشيء اللي عندنا ياك اخي ديالك اخويا تبقى مساله حظ فهمتيني يعني خاصك تعرف مع من كتعاشر مع من كتهضر جرب فهمتي يعني ما يمكنش انك غير جيتي يعني واحد الفتره قليله وتقول هذه اللي صالحه ليا الزواج العشره هي اللي خاصك تحاك معاها كما تيقول لك صاحبك تسافر معاه فهمتيني يعني هذيك العشره هي اللي كتحكم واش داك الانسان صالح لك في الحياه ولا لا يعني انا دابا عام انا كنهضر انا ويا وانا في المغرب دابا كملنا عام يعني عامين في التوتال فهمتي يعني عامين ديال العشره راه باخر فهمتي وحاجه اخرى خي مروان باش تعطينا نصائح الدراري اللي باغيين يجيو هنا بالبرازيل باش كتنصحهم النصائح اللي كنعطي الدراري اللي باغيين يجيو للبرازيل هي انه بعدا على الاقل يحاول واحد يشد واحد شويه الباجاج ديال لالون فهمتيني تنفعو هي كتختصر عليه مساله الوقت عوض غادي يجي لهنايا وغادي يبقى يدوز واحد المده باش يقدر يتونجاج في شي خدمه
يعني هذا اللي كيفكر انه جاي باغي يخدم فهمتيني، يعني يختصر على الوقت يجي شويه معلم يعني شهرين ولا شهر غادي يدبر على يدبر على خدمه هجي استراتيجي وباغي خير فهمتيني. يعني الخدمه ضروري من الاول الفريد انت دابا عيطوا لك شي شوبين فهمتيني، يعني كيفاش تكومونيكا مع الكليان انت مثلا البوست ديالك اللي عاد الكارغو ديالك اللي عاطينك هو انك تبيع وتشري يعني مثلا البوتيك ديال الحوايج، كيفاش تكومونيكا معايا عباد الله مع الكليان يمكن فهمتيني، كيفاش تقنع الكليان باش يشري باش يشري البرودوي كيفاش، يعني خاص ضروري داك الكومونيكاسيون ضروري. يعني النصيحه اللي غتعطيني حيت الا كان على حساب علاش هو جاي الهدف ديالو علاش جاي، الا كان جاي على خدمه ضروري خاصك الكومونيكاسيون خاصك تعلم واحد شويه، الا كل ما تعلمتي في المغرب كل ما احسن كتختصر عليك الوقت. انا كيف ما طرالي انا شهر شهرين لا ربي جاب تيسير فهمتني، يعني تشوف لي زونتروتيان وداك الشيء بالنسبه لي انا على حسب ما شفت ما صعابينش بزاف بحال المغرب، يعني هنا ماشي كيبقاو يدخلوا متعمقوا معاك وعلاش هادي وهادي، يعني صافي كتقدم راسك هادي هادي وما كيعجبهم اصلا الحال، ما كيشوفوا شي واحد اجنبي باغي يتقاتل باغي يخدم كيعطيوك فرصه اكثر فهمتني. كنشكرك اخي مروان شرف لينا انك شرف ليا تنهدس القناه ديالك، ودعم مازال كنصور مع مروان واحد البلوك عرفت شغل لكم ورا الفيديو ولا قبل منه وكي راه غتشوفوا غنبقوا دابا البوليس بالبلا البوليس غنصور لكم شويه تماك حيت نهار الحد ما كيكونوش طوموبيلات هنا في البرازيل، ماشي في البرازيل زعما في هاد الافينيدا في هاد الشارع هذا، يعني كيكون اغلبية تيكون صحاب داكشي كلشي غير فهمتيني، يعني صحاب الموسيقى يعني قرية عامرة بالناس كثر من الطوموبيلات فهمتيني. كنتمنى تكونوا استفدتوا الموسيقى من هاد الشريط انا خير مروان، كنشكرك بزاف اخي ديالي مرة اخرى اللي بغى يجي للبرازيل انتم لا وراء كلشي عندكم كلشي عرفتوه ان شاء الله نلقاو في الفيديو.